كابتن هاني رمزي انا اعرفه من 30 سنه. اولا هو كلاعب كان من قمه اللعيبه المحترفين. انا كنت مدير منتخب، اشتغلت معاه سنه 94 في بطوله الامم الافريقيه في تونس. انا اتعلمت منه كتير جدا، قمه الالتزام، قمه الاخلاق، قمه العطاء. انا مثلا لما كنا نبعت له استدعاء للمنتخب كان هاني يلبي النداء على طول، ولا كان يستنى مني تذكره ولا يستنى مني اي حاجه اقدمها له، وكان هو يجي على حسابه وكان يجي ملتزم، كان ينزل التدريب. اصلا انا استفدت منه في شغلي مدار السنين اللي فاتت، كان ينزل التدريب معاه شنطه كامله فيها كل الحاجات الاحترافيه، في كوتش للتدريب الاحماء، وفي جزمه مطر بتاعت كره القدم، والجزمه العاديه، ومع الكوت ومع الفوطة ومع كل حاجة، ومع جميع الأدوية والحاجات اللي تساعد في التسخين. المهم يعني لعيب كان كامل من كل الوجوه، وعشان كده ربنا كرمه كان من أحسن لعيبة المحترفين. ده بالنسبة لهاني رمزي اللاعب. اشتغلت معاه كمدير فني منتخب مصر، وصلنا للأولمبياد، قمة في التدريب. أولا يعني من قلائل المديرين الفنيين اللي بيشتغل بالاسلوب الحديث، لان هو واخد الرخصه بتاعته من المانيا، وانا ما بعتبرهش مدرب مصري، انا بعتبره دايما ان هو مدرب اجنبي، لانه دؤوب على نفسه، بيحب يطلع على كل شيء، وكل عام عن عام بيروح ياخد كورسات في الخارج ويعمل معايشه في الخارج. اشتغلت معاه هنا كمدير المنتخب وهو كمدير فني، لا يترك دقائق الامور، وكان ديمقراطي في شغله، دايما يسأل الجهاز الفني بتاعه، ودايما كان أول مدير فني اشتغل معاه كان بيحلل تحليل الأداء الفردي والأداء الجماعي، وكان محاضراته كلها على التي في وعلى اللابتوب، وكان كل اللعيبة اللي عاشروه كانوا مقتنعين بيه جدا، وأنا أتمنى له كل خير، وبإذن الله أشوفه دايما مرموق وفي مرتبة عالية بإذن الله. أوجه له رسالة إن أنا أتمنى بأمانة بهذا التوقيت ومحبة لهاني رمزي وللنادي الأهلي، أتمنى إنه ينضم للجهاز الفني. أولا هو لعب مع المدير الفني كلاعب في سويسرا، وهو يجيد اللغة الألمانية لأنه احترف في الألمانية في ألمانيا، وعنده كفاءة فنية عالية جدا، فممكن نستفاد منه في كفاءته الفنية وكفاءته التحليلية وكفاءته في الترجمة. هتقول ايه لعلاء وقال كلمتين في حقك كويسين؟ لا دكتور علاء كمان كل واحد ياخد حقه. دكتور علاء كمان اتظلم في موضوع المنتخبات بشكل كبير جدا، راجل بيشتغل بقاله 40 سنة على مستوى عالي جدا جدا، راجل دؤوب في شغله لأعلى درجة. دكتور علاء من 94 بيشتغل مع المنتخبات، يعني حضرني وانا لعيب وانا كمان على المستوى التدريب في المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول. عايز اقول لك راجل فعلا فيري بروفيشنال. لو اتكلمنا على الاحتراف دكتور علاء من الناس الكويس ما بيكملش للاسف يعني.